يحمل عناوين كثيرة. الأول هو الصدارة يلي عم يطلع عليها صفا بعد بداية أكثر من ممتازة إن كل الفرق المتواجدة وخصوصا الفرق يلي عودتنا على كل الأحوال. المباراة عم تتابع مع الكرة لمصلحة فريق الصفا. الصفا سريعا بده يحاول ينطلق الهجوم. كرته الكرة بتعود صفوية. هذا مع المدرح تابع مع فريق النجمة بالتأكيد يحط لأي لاعب الانتقال إلى أي فريق. بالوقت هناك انطلاقة بيحسبوا فريق النجمة بتروح الكرة عند خالد تكج هو يلي عم ينطلق هالمرة على الجهة اليسرى. بالنسبة لفريق الصفا عباس عطوي من الصعب لاقي اللحاق بهالكرة. عباس بيلعب الكرة بوسط الملعب عند حسن العنان. عباس عطوي كرة على الجهة اليمنى. رغم الهدف النجمة بيبقى المرشح الأوفر حظا للفوز باللقب اليوم والدليل هو تقدمه بهالمباراة. بابي بعد بداية بطيئة للمباراة الأمور اشتعلت تماما مع العديد من الفرص مثل الفرصة اللي كانت أمامه لحسن هزيمة إنما محمد حمود عم النجمة أيضا فريق النجمة كان وقع مع عدد كتير كبير من اللاعبين لفرق الفئات العمرية مع جارد شومان. التسديدة الرائعة أو الشوط الثاني من المباراة بشكل مهاجم وتسديدة جارد شومان هي الإنذار الأول للنجمة. لا شك أنه طه دياب مع تسجيله هدف تقليص الفارق يعني أعاد الصفا إلى السكة الصحيحة. أعاد الصفا بالشوط الثاني لا يكون موجود لا يعود لجو المباراة بشكل أو بآخر مع انطلاقة صفوية. وأيضا صفا بالهجوم خطيرة محاولة خطيرة هوو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 
بريتشيوز بالوقت محمد حمود. القادم من الانصار كره احمد جلول، محاوله صفا وتناول الكره بشكل سريع. صفا بالهجوم مع الكره لعند حسن عزيز مجددا. المباراه الواعده بين فريقين اصحاب نزعه هجوميه، رح نشوف ليبور بالا وسمير سعد شو بحضرن لمباراه اليوم. لا استراتيجيته هي للاعتماد على ابراهيم باباتوندي بالضغط على نور منصور على حامل الكره، بده انه بابي بازوفيلا يستلم الكرات، يعني الامر الواضح كان ببدايه مباريات دي. عم يستلم ابراهيم اللاعب النيجيري، لاعب مميز ظهر بالمباراه الاولى، يعني ما كان بينقصه الا تسجيل الاهداف الا هز الشباك، انما تالق لاري مهنا حارس مرمى الانصار بوقتها حال بالمباراه امام النجمه كان تعرض لبطاقة حمراء روني عزار. الوقت محمد حمود ينطلق على الجهة اليسرى، محمد حمود يدل على الثقة الكبيرة ما بين خط الدفاع وخط ومهدي خليل حارس المرمى مع الكرة الطويلة. دائما عم تكون الكرات باتجاه عمر الكردي، مع الكرة بتتنفذ لداخل منطقة الجزاء، كرة عالية بتنقطع بتعود الكرة صفوية والانطلاق لهجمة بابي الجارد، ايضا بابي المثلثات الصفوية. تمركز لاعبي فريق راسنج عم يمنع لاعبي صفا من التحرك بالشكل المطلوب بالوقت لحسن هزيمي، خطير حسن هزيمي، حسن هزيمي بيحاول يلعب كره عرضيه، ايضا حسن هزيمي بيحصل على الكره بيهيئ الكره الخلفيه، انما ترى الامر الكره عم ينتظر انه تهتز الشباك. اليوم النتيجه لا زالت سلبيه بعد مرور 53 دقيقه او دقلنا على الدقيقه 53 والنتيجه لا زالت التعادل سلبي مع انطلاق صفوي، وممكن يكون خطوره كثير كبيره بالوقت اللي بيحاول يمر او يلعب كره عرضيه. حسن هزيمي كره العرضيه خطيره، المحاوله لمصلحه فريق صفا من لبسه، ممكن شوف تسديده مباشره لما التسديده بتكون سهل مع عمر الكردي. ايضا جارد محاوله مصلحه فريق صفا مع التمريره الاماميه. حسن هزيمي على الجهه اليمنى بيحاول المرور بالا بمباراه اليوم، الامر ممكن كثير يحصل مع الكره الطويله. مهدي خليل عم يخرج بالبوكس، خروج ايضا بتوقيت ممتاز لمهدي خليل. جارد شومان عم يستلم الكره، عبد الرحمن العكاري من نفسه. ايقاع اللعب حاليا ابيض، ايقاع اللعب الرسنجاوي مع محمود كوجوك عم يستلم، عم يسلم حسين عمار يلي عم يحاول يمر، انما الكره عم تطول عنه. اربع لاعبين لبنانيين بفريق عراقي، يعني الاعتماد بهالفريق العراقي على العنصر الاجنبي اللبناني بالمقابل بعض اللاعبين. حقق رقم قياسي وهذه كره في الشباك، هدف سابع. راسيه بالارض وتغالط الحارس وداء دفاعه، وهكذا وكانه سيل من الاهداف، سيل من الاهداف. في كل دقيقة يجب أن تنتبه لكرة ربما جاري. 7 أهداف هذه الرأسية، يعني ممكن يكون في جس نبض بهاللقاء من بدايته، إنما الصفا بيعرف تماما جس النبض بملعب سور البلدي ابدا ما راح يكون مفيد. المفيد اللي عم يعمله فريق الصفا من بدايه هاللقاء هو الانطلاق للهجوم. هذه كره لمصلحه الصفا، الانطلاقه الاولى عن طريق بحصون، وعم يكون امامه عبد الرحمن العكاري. في نقص بالهجوم عند بابي بازوفيلا. جاريت شومان واحد من اللاعبين
يلي اخذوا مكانه بالهجمات المرتده المدروسه. هذا امر يمكن يكون موجود لحد المنطقه النصف الاول من الشوط الاول، ممكن هالامر يتغير مع منتصف الشوط الاول يكون الاستراتيجيه بتنقطع بتعود لعند الجارد شومان، الجارد لمحمد حمود مع الكرات الطويله هي عنوان بهالمباراه. لما الكره بتنقطع من ديديه ايضا مع جارد شومان، فاصل من المراوغه من جارد شومان، يا سلام على هالمرور، يا سلام يا جارد مع كره لعند طه دياب. طه دياب ايضا مع جارد شومان، احمد جلول لشومان مره جديده، كره على الجهه اليمنى عند عمر الكردي، خطير عمر الكردي عندما ينطلق الى الهجوم، فكر عالي بالحاله الهجوميه عند اللاعب مع جارد شومان، شجاعه كثير كبيره، دائما عم يحاول يشق طريقه باتجاه منطقه تضامن السور، ملعب التضامن السور، بنعرف انه بيعمل مجهود كثير كبير على الصعيد الدفاعي، على صعيد ايضا ربط خط الدفاع بخط الهجوم عبر خط الوسط تحديدا، نصار نصار لاعب بميل اكثر لانه يلعب على الاطراف، على الجهه اليمنى تحديدا، هالامر يعني شفنا نصار نصار صاحب الرقم خمسه على الجهه اليسرى بيحاول يمر بسرعته، بيمر بيلعب كره عرضيه، بتنقطع بالمره الاولى، بالمره الثانيه بيحاول نصار نصار ايضا يعكس الكره العرضية لدي كان قادر انه يفوز باللقاء، انما اللاعبين ما قدروا يسيبوا الشباك. على كل الاحوال يعني سمير سعد امام مهمه لا تبدو سهله اليوم بمواجهه شباب الساحل، بيعرف ايضا مع زهير عبد الله بيلعب كره طويله اماميه باتجاه وسيم عبد الهادي، يعني هيدي هي الارضيه المبلله بالمياه، بدهم ينتبهوا اللاعبين على التمريرات الاماميه البينيه. وكنا تعودنا نشوفه هو الحارس الاساسي بنادي شباب الساحل، انما اليوم مهمته رح تكون صعبه لعيسى الدحويش، مش بس لانه رح يعوض مكانه، لا طبعا عم نحكي لحي بحراسه المرمى، انما كمان عيسى الدحويش إيمانويل فتش على لاعب بيلعب الكره طويله اماميه، ولكن مجددا موجود اللاعب الرقم 24 جارد شومان لشباب الساحل وسط الملعب. نور منصور بيتدخل باللحظات المناسبه وبعيده للقلعه الصفراء، شومان بيلعب الكرة طويلة الناحية اليمنى، الحبوش ملا كنترول صلات والكرة بالكنترول مجددا داخل منطقة الجزاء، ممكن تكون خطيرة. دوان غندور بيقول ما فيها أي شيء، بوجود لاعبينه عم نشوف بالإعادة، يعني فينا نحكم على الحالة محمود. هزيمة بيحاول بناء هجمة مرتدة لمصلحة فريقه وما بينجح بهالأمر بالوقت صفى اليوم اللي عم ينتظره أيضا سمير سعد بالوقت الكرة بتتنفذ أمامية، عم بيحاولوا يختصروا المسافات لاعبي شباب الساحل بالوقت الكرة الرأسية لجارت. طبعا تحسب لعيسى الدحوي صد الكرة، الكرة حية للساحل داخل منطقة الجزاء ممكن تكون خطيرة، الكرة بيتطاول لها مهاجم الساحل مصطفى شاهين، إنما الكرة عم تنقطع باللحظات المناسبة. بينجح بهالأمر بعيد الكرة لعند شادي عطية، شادي عطية كرته الأمامية بتوصل لعند الدفاعات الصفوية تسريع ايقاع اللعب كنت عم بتحدث عنه من حوالي العشر دقائق بالنسبه لفريق صفا امر كثير مهم. مع عمر الحسم ليلى لعند طه دياب مع تقدم الجارد شومان على الجهه اليسرى بالوقت لمحمد حمود ايضا عم ينتظر تمريره من جارد، جارد عم بيحافظ على كرته، تحرك سريع من لاعبيه فريق صفا من دون كره كثيره لعلي غليوم، انما كره مجددا مقطوعه، مصطفى شاهين بيلعب الكره طويله عند الغليوم، اكثر لاعبين تحركا ولكن الكره عم تنقطع باللحظات. هناك زياده عدديه بالنسبه لعلي غليوم بالوقت لي وسيم عبد الهادي بيلعب كره باتجاهه لعلي غليوم، مهاري علي غليوم بيحاول يمر بمهاراته، بيحاول يحصل على خطا ببعض الكرات وهذا امر مهم بالنسبه. مجددا عباس عطوي بيلعب تمريره باتجاه علي بزي، المركز الجديد لعلي بزي، بيلعب لاعب ارتكاز اليوم علي بزي بالوقت، هناك هجمه صفويه خطيره خطيره. الجمهور اللبناني تعود على هيثم فعور بالشعر الطويل بالوقت لحمزه سلامي ايضا الصفا مجددا ايضا مع فريق العهد، والكره بتنقطع الى خارج ارض الملعب، ركنيه ركنية عهد ايضا محاولة العهد لا زالت موجودة والخطورة عهدوية، علي بزي العرضية انما بتنقطع باللحظات الاخيرة الى خارج ارض الملعب وركنية لمصلحة